أسعد الله أوقاتكم أيها السادة والسيدات، حلقة جديدة من حلقتنا على المشاهد تيلي. حلقة اليوم عن الصحافة المغربية التي تتابع بدقة تفاصيل ثلاثة مواضيع أساسية. يتعلق الأمر بقضية حمزة مومبيبي وتفرعاتها، وحمل دنيا باطمة وإعلان حملها، وكذلك هروب الكويتي الذي اغتصب طفلة عمرها 14 عاما وقامت سفارة الكويت بتهريبه، وموت التلميذة مريم بقسم أستاذة الاجتماعيات بمدينة أسفي. لكن في المشاهد تيلي خسرنا ثلاثة أخبار في نظرنا تستحق المتابعة. الخبر الأول يتعلق بالدراج المغربي المهدي شكري، والذي التحق بكوكبة الدراجين بإسرائيل. فقد ذكرت مواقع إعلامية إسرائيلية أن المهدي شكري بطل الدراجات المغربي التحق بشكل رسمي في الفريق الإسرائيلي للدراجات. وأكد مقربون من مهدي ولا شكر المهدي أن الدراج هذا الاختيار أملته أسباب مادية تتعلق برغبته في تحسين وضعيته المادية والاجتماعية، خاصة أن الفريق الإسرائيلي قدم إغراءات مالية لاستقطاب دراجين من مختلف البلدان. ولكن ما هو المغير في الخبر؟ المغير في الخبر أن الجامعة الوطنية لسباق الدراجات لا تقدم أي إغراءات ولا هم يحزنون، ولا تقدم أي تسهيلات لا مادية ولا معنوية، وتترك الدراجين عرضة للتهميش كما نرى في العديد من تصريحات الدراجين المغاربة والتي يمكن الوقوف إليها، وسنعود إليها لاحقا. الخبر الثاني هو أن شركة إفريقيا غاز لصاحبها الملياردير عزيز أخنوش بألقابه المتعددة حققت صافي أرباح بلغت 847 مليون درهم. اللي ما كيسمعش مزيان نعاود ليه الرقم، 847 مليون درهم خلال 2019، بزيادة تقدر 9.49% مقارنة بالسنة الماضية 2018 والتي بلغت 773 مليون درهم. المغير في الخبر زعما أن الناس ديال المقاطعة وداك الشيء، أن الحركة الأخنوشية راها بقى صلبة وبقى واقفة على رجليها، وأنها تحقق مزيدا من الأرباح رغم أنف المقاطعين والمقاطعات والمقاطعين والمقاطعات، وأن ولكن الخبر الجديد أن 40 قطاع في المغرب محتكر بشكل كبير وأساسي من طرف حزمة قليلة من الأثرياء المغاربة. الخبر الثالث، تعرضت التلميذة مريم بياض لسكتة قلبية والتي تدرس بالسنة الأولى بكالوريا بأسفي بقسم مولات الاجتماعيات يوم الاثنين 10 فبراير 2020، وخرج التلاميذ بتصريحات تحمل الكثير من الصدمة في حق الأساتذة. في اليوم الموالي الثلاثاء 11 فبراير 2020 تعرضت أستاذة لمادة الرياضيات بثانوية عقبة بن نافع الفهري التأهيلية بأي تعميرة
لطعنات بالسلاح الأبيض من طرف أحد التلاميذ داخل القسم، ونجت بأعجوبة لولا ستر الأقدار وتدخل التلاميذ لإنقاذها في اللحظات الأخيرة. السؤال: هل تحول القسم إلى ساحة عنف وتطاحن بين التلاميذ والأساتذة؟ ولكن عمق السؤال الحقيقي: من الذي تسبب في هذه الوضعية حتى ينحدر القسم من مستواه التربوي ليصبح ساحة مواجهة بين التلاميذ والأساتذة، رغم أن أصل العلاقة تربوية وتعليمية محضة؟ إلى هنا نأتي على نهاية حلقتنا. كان معكم عبد الثورة، كل المنى، وأسعد الله أوقاتكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.